حياتك. أهلين يا دم، كيفك؟ روحي عني يا زعلانة منك كثير. زعلانة؟ وليش لا سمح الله؟ إيه مو بس زعلانة وآخذة على خاطري كمان. أوف، وليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ صرت جاي لعندك أربع مرات وأنت بتطنشتيني ولا على بالك؟ هلا هذا هو سبب زعلك، فكرت الشغلة أهم من هيك بكثير. هيك لكان، يعني مو من حقي أزعل. من حقك، إيه بس نحن ما تعودنا نعامل بعضنا زيارة بزيارة. يعني المحبين ما بيحاسبوا بعضهم بهالطريقة. بقى لا تزعلي ولا على بالك. خلص إلك علي، كل يوم الصبح اجي اشرب عندك فنجان قهوه منيح هيك. بقى شيلي لي العتب على جنب وطمنيني، قولي لي كيفك، كيف احوالك، لك شلون عم تقضي اوقاتك؟ شلون عم اقضي اوقاتي؟ يعني دافني حالي بهالبيت، لا روحه ولا جيه، لا طلعه ولا فوته، دوبني لحق طبخ ونفخ وضب وترتيب وخدمه. يا ستي كلنا بالهوى سوا. وانت شو عم تعملي؟ شو عم تطالعي الاواعي الشتوي؟ لا والله يا بنت الحلال، لا شتوي ولا صيفي. يو لكن ليش منكوتة هالنكتة؟ ها ها، هذا يا ستي القصة وما فيها هي كالتالي. هلأ قدي صلك ما شفتيني؟ يعني حوالي الشهر. حلو حلو كتير. أنا من حوالي شهر وأنا على أخذ ورد مع جوزي حسان حتى وافق لي إني اشتغل ببيع التياب ببيتي. أنو تياب؟ جايتك بالحكي. هذا يا ستي أنا من كم سنة حاطة عيني على شغلة التجارة، وأنتي مثل ما بتعرفي يا ندى أنا عندي تخطيط وتفكير وشطارة وتدبير. بقى شو قلت له لحسان؟ قلت له بدي منك توافق لي مشان أروح على تركيا، بدي روح جيب أغراض وتياب وحشية وكم شنطاية سفر وأرجع، ومن جهة المصاري المصاري موجودة. ها ها، هلأ فهمت عليكي، تاجرة شنطة يعني. برافو عليكي. بس بصراحة حسان بالبداية عارض، بس على قد ما زنيت على إذنه زن وافق بالنهاية. وهالتياب كلها من تركيا؟ طبعاً. وقديش غبتي هنيك؟ 8 أيام. وإنتي بتعرفي بضاعة تركيا قديش حلوة. الله وكيلك هالأسواق مطلوسة طلص بالموديلات والتصاميم الحديثة والموضات والشاموا والجد والقصير والطويل، يعني الشغلة فلجان فلجان. لا وكله حلو وكله رخيص. رح ساوي لك قهوة. بس عم يقولوا تركيا يعني غليانة كتير مو مثل أول. ليش أنا عم فوت على محلات السينية؟ ليه كنت تانية؟ لك منين اشتريتي هالبضاعة؟ في أسواق رخيصة، أسواق انوجدت مخصوص ليلي مثلنا. من البالة يعني؟ لا أيو، شلون من البالة؟ أسواق محترمة بس تجارية، يعني بدك تقولي مثل عنا سوق الحريقة أو سوق الحميدية، يعني القطعة اللي بتنباع بسوق الحميدية هي نفسها بتاخديها أرخص مرتين ثلاثة عن شارع الحمراء. طيب كنتي روحي على أسواق الجملة؟ ومين قالك ما رحت؟ إيه الله وكيلك صرت أبرم بأسواق تركية مثل المجانين، ما بعرف شو صلي، صرت مثل الفجعانة مثل الغولة، على ما اشتري جزم وشناتي وتيورات وبلوزات ومناطي. اشتري وادحش بهالشناتي، اشتري وادحش بهالشناتي. تقولي صرت مجنونة الشراء؟ صدقيني لو كان معي 2,000,000 ليرة كنت حطيتهم ورجعت بلاهم. مرحبا مدام حياة. اهلا وسهلا. مري بالظاهر ما عرفتيني، ما هيك؟ لا والله ما عرفتك، يعني بلا صغرة مين بتكوني؟ انا مدام هالة حبيبة، عرفتيني؟ يعني عدم المؤاخذة ما عرفتك. طيب أنا جارتها لبنت خالتك سكينة، بعتتني لعندك لأشتري تياب. يا ميت أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي مدام هالة. بالعلامة اجتمعنا بخطبة سعاد بنت أبو عبدو والفت. إيه والسبعة عام. يا ميت أهلا وسهلا فيك. أهلين هالة، على فكرة هالة مرت أخي. شو هالصدفة الحلوة هي؟ أهلين هالة. أهلين. إيه مدام حياة، دخيل عينك أنا مستعجلة شوي، بكرة عندي عرس بنت وحدة صاحبتي بتعز علي كتير، بدي تختاري لي فستان حلو على كيفك. لك بتأمري أمر، وكرمال عيون ندى الغالي بيرخص لك. دخلي، في شي بذهنك معين ولا لبسك على ذوقي؟ والله خليني أتفرج، حاكم الفرجة بتذكر الواحد بالموديلات. طيب شوفي هي تيورات رسمية، شوفي لي هالتيور، شوفي لي ما احلى. شو رايك ندفي؟ ما بوشي حلو. حلو بس هالتيور هاد قطعه نادره ما في منها بكل تركيا. معلومه
المعمل بيساوي 4-5 قطع وصلى الله بارك. يا سلام، شلون شايفتيني هالفستان؟ يا سلام، شو هاد؟ شو هاد؟ تقولي مفصل إلك تفصيل. شوفيلي شوفيلي هالكتاب ما أحلامه. يعني لابق لي؟ لابق لك وبس. إيه رح ياكل من جسمك شقفة. شوفي شوفي ما أحلى. تعالي ترجعي على المراية، تعالي. شايفتي لي هالقصة ما أحلاها؟ شو فيها؟ بس مو ضيق شوي؟ بالعكس، نازل فيكي مثل القالب. هلا أنت قديش قياسك؟ أنا قياسي 48 طلياني، 32 فرنسي، 16 إنجليزي. هذا قديش قياسه؟ هاد 8 تركي، يعني نفس الشيء. إيه ما شاء الله ما شاء الله، نازل فيكي حفر وتنزيل. مو هيك ندى؟ هو القالب غالب. هلا لا جاملوني، قولولي مضبوطها. قالب بس المكنسة بتطلع ست النساء. محشومة يا ست هالة محشومة، بالعكس انت جسمك لبيس. بس كأنه بطني مكوز. لا يو، لا مكوز ولا مبوز. بعدين مخبي لك كل الديفويات اللي بجسمك. هذا اذا كان في بجسمك ديفويات. لا انا ما عندي ديفويات منوب. جوزي دائما بيقول لي اللي بيعجبني فيك جسمك. الحق معه، جسمك ملفوف هالة. مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي دائما جسمك ملفوف. ماشي الحق، رح اخده ولبي عليه اسواره وشنطه. لفي لي اذا بتريدي. ايه مو بدك تشلحي بالاول؟ صحيح، العمى ما اغباني. عسلامتك يا ست هالة. ولا لسه ما شربتي قهوتك؟ اشربيها. هلا هذا لابق عليها؟ هلا انت شو بدك بهالشغله؟ المهم انه اشتريته ومشي الحال. عليم الله. اهلين ندى، شو هيك انت؟ مرقت شوي لعند حياة، صار لي زمان ما شفتها. شلونها؟ ليش ما عم تجي لعنا؟ ما لا فاضية. خير، ليش شو في وراها؟ شو في وراها؟ وراها تجارة الله مولاها. تجارة؟ تجارة شو؟ عم تشتغل بالبيع والشري. ما فهمت عليكي، شلون يعني؟ هلأ قبل كل شي بدي أسألك غسان، أنت بتحبني ولا ما بتحبني؟ هلأ معقول أنت بعد 7 سنين زواج بتسأليني هذا السؤال؟ هي ما بتتصوري إنه سؤالك جاي متأخر شوي؟ هلأ أنت جاوبني على قد السؤال إذا بتريد. ندى لا توجعي لي راسي، مقدماتك وبعرفها. لوين بدك تصلي؟ شو بدك؟ بدي سافر لتركيا. إمتى؟ هلأ. إمتى هلأ يعني؟ أسبوع بالكتير يعني. تكرم عيوني، بس يا ريت تأجليها لبعد 3 شهور عالصيف يعني، بلكي بقدر طالع إجازة وسافر معك. ليش مين قالك إنه أنا بدي أروح معك؟ نعم؟ لكن مع مين بدك تروحي؟ بدي روح أنا وحياة. لحالكو؟ إيه لحالنا، شو رح يصير لنا يعني؟ حلو، وشو سبب هالسفرة المفاجأة بقى؟ بدي أشتري تياب. بس معلوماتي إنه عندك تياب بتلبس حارة كاملة. مو إلي، بدي أتسلى وطالع لي قرشين بضاعة. يعني تاجرة شنطة؟ إيه نعم، هاي حياة اشتريت بضاعة ب250,000، طالعت مربحه 250,000، هاي ما عدا كلفة السفرة. شو هالحكي؟ هاي التليفون، قوم اسألها. ومنين بدي أمن لك 250,000؟ اسمع، أنا معي 100، بتعطيني منك 150,000. ندى حبيبتي، فكري منيح. حياة خرجي هالشغلة، أما أنت مخك مو تجاري، أنت إنسانة. هلا لا تقول درويشة، بزعل منك ها. مو قصة درويشة، بس أنت خلص خلص، إذا كنت خايف على مصاريك معك حق. يحرم علي إذا بقيت أفتح لك السيرة. لك مو قصة خايف على المصاري، بس شغلة البيع والشراء بدها مواهب، مو كل إنسان بيطلع بيده يشتغلها. يعني أنا هلا ما عدت أعرف أحكي؟ مو شغلة حكي وبس، في خبرة بالمسألة ما شاء الله على هالخبرة اللي عند حياة. إيه طول عمرها بتحسدني على هالطلاقة اللي عندي وعلى هالسان اللي بيطالع الحية من بكرة. طيب ماشي الحال. شو ماشي الحال يعني؟ يعني تركيني فكر. ما بدها تفكير غسان، الشغلة مدروسة تمام. طيب طيب، على عيني وراسي. يعني موافق؟ أي نعم، في هيك شيء. الله يخلي لي إياك يا غسان، لا يحرمني منك يا رب. مرحبا ندى. اهلا، كيفك؟ شلونك؟ من الله منيحه. إيه الحمد لله. شلون عمتي؟ الحمد لله، مشتاقه لك وعتباني عليك كثير. والله مشغوله كثير. حاكم بتعرفي التجاره بدها تفرغ كامل. صحيح، قال انت جايبه شغلات لجنان وحده بوحده. ايه والله جايبه شغلات حلوه كثير ومودرن وخرجك تمام. حاكم انت مصروعه وبتحبي صرعات.
صحيح، أنا بحب السرعات كتير. هاتي ورجيني لشوف. شوفي هالكنزة، شايفة ما أحلاها؟ هي بتكسم الصدر وبتضيق الخصر وبتخفي الورق وبتدفي العظام. شو رأيك فيها؟ ما بدي كنزات. عندك بنطلونات؟ إلا كان، أنا اللي عندي يا ستي. عندي بنطلونات جوخ، وعندي بنطلونات جلد، وعندي بنطلونات ديسكو وفيزون. شو طلبك أنتي؟ أنا بدي فيزون أسود. ما عندي أسود، بس في عندي جلد نمر. ما بدي جلد نمر، بيسمن الرجلين وبيعمل بروز للورك. طيب تاخدي جلد حية؟ تركينا هلأ من البنطلونات. عندك تنانير؟ لكن لكن، أنا اللي عندي. تعي شوفي لي هالتنورة ما أحلاها. وينك؟ صحيح بليسي بس رجعانة موضة التنانير المكسرة هاي. لا إيسية. بس هاي طويلة كتير. شبنا ربيعة هلأ هاي طويلة؟ أي بدي تنورة أقصر لحتى أتفتل فيها بالبيت. حاكم جوزي بيحب التزليط والأشلطة كتير، خصوصا المساء. شبنا ربيعة هي يمكن تجي قصيرة على بنت 12 سنة بقى. شلون وانتي قد اللي؟ ماشي الحال. قديش حقها هاي؟ ما بدك تقيسيها؟ ما بدها قياس. قياسي وبعرفه. قديش حقها هاي؟ 4000. شو عم تقولي؟ أربع شو؟ حبيبتي هاي ماركة توبونيز، يعني فرنسية وسينية. هلأ شلون فرنسية وجايبتيها من تركيا؟ صحيح، بس بلد المنشأ فرنسا. هلأ لا تكتري حكي، أنا بنت عمتك وما لازم تربحي مني. روحي ربحي من غيري. صدقيني ما في مربح يا ربيعة، عم بيعك بسعر الكلفة. تفضلي هاي الدفتر قدامك. حاجتك بقى زعبرة، بزعل منك. ها قال دفتر. قال ولك يا ربيعة، هذا عوض ما تهديني إياها هدية؟ يعني محرزة تاخدي حقها مني؟ صحيح، بس خدي مني سعر رمزي. يعني معقولة تلدعي مني 4000 ليرة حق شقفة شرطوطة؟ صدقيني ما بقدر، لأنه خلص حبيبتي، عجبتني التنورة ما بدي أعطيكي حقها. شو رأيك بقى؟ طيب مثل ما بدك. شبكي هبط قلبك، عم امزح معك. رح أعطيكي 2000 ليرة يا ستي. هاي التنورة ما بتسوى أكتر من هيك. قولي لي مبروك. ما بعرف شو بدي أقول لك. على كل حال أنا مستعجلة، بدي أنزل على السوق لبق لها بلوزة. صحي عندك بلايز؟ لا. نعم. ايه بس شلون لا وايه؟ مو قلتي لي عندك بلايز؟ ايه صحيح، بس كتير كتير كبار عليكي. ماشي الحال، يلا خاطرك. أهلين. صحي ندى، بالنسبة للألفين ليرة ببقى حاسبك فيهم بعدين. يلا باي. مع السلامة. سلمي على عمتي. الله يسلمك. وشو ربحتي من هالزبونة كمان؟ ما ربحت شي، القريضة تقرضها إن شاء الله، بعت بخسارة. لك حبيبتي، قلت لك هالشغلة مو شغلتي. خلاص لا تزيد على قلبي أنت التاني. قولي إن شاء الله. روح أنت افتح، روح. مرحبا غسان. هي إسراء تفضلي. يا ترى صفتي ندى هون؟ إيه هون هون جوا، فوتي. ولي سلفتي. يو شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك يا حياة. لا والله أنا ما عم بستحي من حدا، عم بكسب وعم بربح وعم طلع سفرتي ببلاش، ويوم الجمعة الجاي طالع على تركيا أجيب بضاعة جديدة. نيالك الله وكيلك، بين سلفتي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت خالي صفيت على الحديدة. معلش ندى، الواحد بيتعلم. طيب شو رأيك تطلعي معي على تركيا يوم الجمعة؟ لك شو تطلعي على تركيا؟ ليش وفت معك بالأول حتى تسافري مرة تانية؟ لك أنت ليش بيطلع خلقك أوام؟ يعني الواحد بيتعلم. شلون بدك تتعلمي؟ فهميني بقى، فهميني. لك أنت ما عندك موهبة الكلام واللوفكة. حبيبتي أنت مرة طيوبة، بينضحك عليك بكلمتين، مو مثل حياة. هديك مقطعة موصلة، بتفوت مع أم العريس بتطلع مع أم العروس، ولسانها بسبع شطرات. خلص بس هالمرة الله يخليك، خليني أجرب. لك اشتهيت تجيكي زبونة غريبة، كلهم من القرايبين وما لما الفراش. خلص وينك بوعدك اني ما استحي من حدا ونشف وشي بالكلام. العم على القصة، حطينا ما فوقنا وتحتنا مشان ترضي هوايتك وتقلدي رفيقتك. وما بقي من هالبضاعة الا الفساتين اللي قياسها اكسترا اكسترا لارج، الدبة ما بتلبسهم. يعني بالمختصر عملتي مثل تجارة المجدوب على اهل بيته. خلص انت التاني بلا حكي كبير عند هالمساء. الفساتين الكبيرة هاي بدي اعوض خسارتي فيهم، بكرة بتشوف. مرحبا بنت حباي. اهلين.
البقيان عندك فساتين اكسترا اكسترا لارج من قياسي انا، فلما سمعت هالسمعه ركضت مشان لحتى خلصك منهم، حكم تعرفي هدول ما منهم فايده وما لهم راغب.